كانت هذه مشاهدينا السيرة الذاتية لضيفنا عبر سكايب الباحث المتخصص لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مشعل السمحان. يسعدنا أن نناقش معه في فقرة تحت المجهر واقع قطاع الطاقة في ظل جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التحدي الأكبر فيما يتعلق بالتوجه العالمي نحو استغلال الطاقة النظيفة. بداية حياك الله معنا، وكيف تقرأ نتائج أوبك بلس الذي عقد مؤخرا وأثره على أسعار النفط؟ طبعا في البداية مسي عليك بالخير ومسي على المشاهدين الكرام بالخير. بما يخص الأسعار في هذا التوقيت، أعتقد هي كانت نتاج واضح لقرار أوبك الذي يعني تزامن مع فكرتين أساسيتين، فكرة التي جاء بها التوجه الروسي والفكرة التي جاءت بها المملكة العربية السعودية، وكلاهما يختلف تماما. التوجه السعودي هو كان لاستمرار عمليات أو مستوى قطع الإمدادات، وكان التوجه الروسي أنه يريد أن يخفف من قطع هذه الإنتاجات إنتاج النفط، كما يعني كان متفق عليه قبل اجتماع مارس الأخير. لكن توصلوا إلى حل توافقي أن سمح للاتحاد السوفيتي أو روسيا لكي تعيد جزء من إنتاجها بمعدل تقريبا 130,000 برميل، واستمرت السعودية في قطع بما يقارب 1,000,000 برميل الذي يعني بدأت فيه في فبراير. وهذا التوافق بالقرار واستمرار مستويات القطع التي تبنتها أوبك عمل على دعم الأسعار من جديد لكي يعني تصبح الآن في مستوى $65 و $70. الآن هناك أسئلة كثيرة تحوم حول هذا القرار. هناك من يعني يعتقد أن عودة يعني النفوذ إلى الأسواق هي أمر سهل، قطع الإمدادات هو أمر سهل، لكن عودتها هي أمر معقد وقد يعود بنتائج سلبية على الدول المصدرة، وبالتالي تعود في فلك كيفية معالجة هبوط الأسعار. نعلم تماما أن هناك قصة كبيرة يعني بدأت من 2014 بتراجع أسعار النفط، وبدأت من خلالها أوبك ودول خارج أوبك بالتفاعل والتعاون فيما بينها لدعم الأسعار في اتجاه الصعود، حتى جاءت جائحة كورونا وعادت أمور كثيرة إلى مربع واحد. طيب دكتور مشعل، إذا يعني تكرم يعني عذرا على المقاطعة، ولكن من خلال الخفض الطوعي تحديدا على وجه الخصوص للمملكة العربية السعودية في خفض الإنتاج للأشهر القادمة، هل تتوقع أن نصل إلى يعني عتبة الـ 75 و 80 دولار إن شاء الله للبرميل؟ من الشروط التي يعني أعلنتها المملكة العربية السعودية لعودة الإنتاج أو تقليل القطع هي يعني سببين أساس أو شرطين أساسيين. الشرط الأول عودة مستويات الطلب لما قبل كورونا أو حول ما يعني بداية كورونا، اللي هي تقريبا فوق 100 مليون برميل باليوم، تراجعت خلال 2020 إلى 91 مليون برميل، ثم تعدل الوضع بخلال يعني أزمة كورونا أو نهاية أو مع بداية ظهور اللقاحات إلى 93 و94 مليون برميل. الآن هذا شرط يعني تتبناه المملكة. الشرط الآخر هو استمرار الأسعار على مستويات مقبولة لفترة طويلة. اليوم غير مقبول اقتصاديا ولا يعني استراتيجيا أنما عندما يصير سبايك أو ارتفاع حاد في أسعار النفط أن أعود أنا بخطط الإنتاج بشكل كامل، هذا غير مقبول وغير قابل للتطبيق ومضر للدول يعني بشكل عام. طيب بالتالي بس أوضح، بالتالي يعني المملكة العربية السعودية القطع الطوعي للإنتاج قد يستمر إلى الكوارتر 2 أو الربع الثاني
من 2021، كما يعني لمحت لها يعني المملكة بعد اجتماع أوبك الأخير. تمام. طيب دكتور، يعني في ظل الإغلاق العام الذي تواجهه خلنا نقول كبرى اقتصاديات العالم، ما راح يكون لهذا الجانب لكوفيد 19 وإجراءات الإغلاق العام بشكل عام لها تأثير على الأسعار؟ أي بمعنى أن القفزة هذه، القفزة اللي لاحظناها في الأيام الأخيرة، ممكن أن نعود مرة أخرى إلى 60 وما دون 60 دولار للبرميل؟ هو من الطبيعي وحسب القراءات وحسب يعني الرصد للبيوت الاستشارية أن أسعار 60 و65 ستستمر خلال 2021. المؤشر يعني اللي احنا نراه أن عودة أسواق النفط إلى تأثر بأساسيات السوق، وهذا أمر مهم. عودة السوق إلى التأثر بأساسياته هي يعني تعتبر حالة طبيعية، ومن ثم يعني تستطيع هذه الدول المنتجة والقطاعات المستثمرة والشركات الكبرى أن ترسم استراتيجيات التعامل مع أسواق النفط للفترة القادمة. لكن قبل هذا كانت هناك يعني شيء من الانفكاك بين السوق النفطية وأساسيات السوق اللي تعودنا عليه، عشان يكون المشاهد معانا بصورة. أساسيات السوق اللي احنا نتكلم عنها هي العرض والطلب، الأجواء السياسية والجيوسياسية، الآثار الاقتصادية في الأقاليم، يعني إذا كان هناك مشكلة في الإقليم الأوروبي تتأثر الأسواق، هناك يعني أمور الكوارث الطبيعية اللي مثلا ما صار في تكساس قبل أسبوع تقريبا، أن تأثرت إنتاجات الولايات المتحدة وبالتالي دعمت الأسعار في اتجاه الصعود مباشرة. هذا كان مفقود في الفترات السابقة من تقريبا من 2014. يعني في 2014 كانت هناك حروب في منطقة الخليج، كانت هناك صدامات سياسية حادة بين الولايات المتحدة وإيران ما بعد 2016، لكن هذا كان غير مؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، ولم يدعم أسعار النفط بشكل كبير إلى الصعود، مما اضطر دول منظمة أوبك للتعاون مع دول خارج أوبك وسمى في أوبك بلس للتعامل مع دعم الأسعار. وأنا أعتقد هذه نقطة مهمة يعني يجب أن يعني نسلط الضوء عليها، أن منظومة أوبك لو نقيسها يعني بمقياس النجاح، هي نجحت في المحافظة على الأسواق من قبل كورونا، ولولا هذا الدعم والقطع الذي يعني وصل إلى 9.9 مليون برميل لما استطاعت الأسواق أن تستمر في مستويات ليست مقبولة تماما للدول المصدرة، لكنها يعني جزء من الحل. يعني تخيل معي لو استمرت مستويات الأسعار في حيز 38 و 42 دولار التي كانت عليه في عام 2014، كيف ستكون حال الميزانيات في دول المنطقة، خصوصا ان احنا عندنا في دول منطقة يعني الخليج اغلب الدول تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط، ومنها الكويت. يعني نعم، تقريبا 90% من ايراداتنا يعني يعتمد على النفط، وكنا سوف نكون عرضة ل يعني دمار اقتصادي ودمار في الميزانية لولا ما كان هناك بعض الحلول لدعم الاسعار في اتجاه، يمكن اليوم تصريح وزير المالية يعتبر في الاتجاه الصحيح باعتقادي. نعم، أن ما ترونه من أسعار حاليا ليست يعني لا تعني الخروج من الأزمة. نعم، يجب أن نضع حلول، وهذا أمر مهم افتقدناه في السابق. نعم، السابق كنا نتحرك كما نبض القلب. نعم، متى ما صعدت الأسعار تراخينا في الحلول، ومتى ما هبطت الأسعار توجهنا وأشرنا إلى حلول وبحثنا عن تشريعات، ويعني هذا حالة نبض القلب يجب أن نخرج منها، خصوصا أن احنا دولة يعني تعتمد على النفط. على النفط. تمام. طبعا دكتور مشعل خلك معي وأيضا مشاهدينا الكرام، يعني نلاحظ وإياكم تسجيل أسعار النفط لارتفاعات ملحوظة بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وقرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل المقبل. نتابع تفاصيل أكثر من خلال التقرير التالي.
عودة لكم مشاهدينا وعودة لضيفنا الكريم عبر سكايب الدكتور مشعل السمحان الباحث المتخصص لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله معنا دكتور مرة أخرى. وأيضا في يعني خلال تقريبا 3 أو 4 أيام تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين منظمة أوابك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال صناعة الطاقة. كيف يمكن أن تنعكس هذه المذكرة وتفاصيلها على صناعة الطاقة في الكويت؟ طبعا هو في النهاية يعني هذه مذكرات التفاهم هي سبيل لتعزيز التعاون وليس يعني باب للتعاون. يعني التعاون موجود بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومنظمة أوابك ومنظمة أوبك، وهناك أبحاث مشتركة وهناك أعمال مشتركة، لكن هذه مذكرات التفاهم تأتي لتعزيز هذا التعاون وليس لفتح هذا التعاون. لكن احنا لنأخذ الصورة الأكبر، اليوم نتكلم اليوم عن قطاع ذكرنا قبل قليل يعني أحد أهم القطاعات التي تعيش عليها الدولة وكذلك دول المنطقة، وبالتالي التركيز عليه ومحاولة يعني دعمه بجميع الأذرع، سواء الأذرع البحثية، سواء أذرع مخرجات التعليم وتوجيه التعليم، سواء أذرع توجيه المشاريع يعني الوطنية في لهذا القطاع، هي دائما تصب بمصلحة الاستفادة القصوى من هذا القطاع. اليوم احنا نتكلم عن قطاع يعني يمكن ذكر في التقرير قبل قليل شركة بيكر هيوز. بيكر هيوز هي ليست شركة انتاج نفط، هي شركة خدمات، وبالتالي نجاح هذه الشركات الخدماتية يعني ان هناك امر مصاحب للشركات النفطية او الشركات الوطنية في نفس الاتجاه في النجاح وفي نفس الاتجاه في خلق فرص وظيفية. وأنا أشير إلى هذا الأمر لأن هناك عندنا اليوم أمر محسوم دستوريا أن الثروات النفطية هي ملك للدولة ولا يمكن أن يعني تشارك فيها مع شركات أجنبية، لكن الخدمات النفطية هي مجال مفتوح للتوسع فيه، خصوصا اذا نتكلم عن الشركات يعني شركات القطاع الخاص، شركات المشروعات الصغيره، التوجه للتوظيف في هذا القطاع. على ذكر التوظيف دكتور اذا تكرم، على ذكر التوظيف ذكرتها في اكثر من موقع، على ذكر التوظيف والفرص الوظيفيه ومخرجات التعليم، الى اي مدى ممكن لقطاع الطاقه ان يستقطب مخرجات التعليم؟ شوف، هو قطاع الطاقة يعني الجميل فيه أنه هو مقسوم لأكثر من يعني خط. الخط الأول خط الإنتاج، خط التكرير، خط البتروكيميكالز أو المواد البتروكيماوية، والمواد البتروكيماوية بذاتها يعني هذا قطاع كبير جدا، ممكن أن تدخل فيه شركات القطاع الخاص وتنتج كثير من المواد التي ممكن أن يعني يتم تسويقها محليا وخارجيا. يعني اليوم مثلا أعطيك أنا عن قطاع البتروكيماويات، اليوم لكل وظيفة في قطاع البتروكيماويات هناك 4.7 إلى 5.7 وظائف تخلق في القطاع الخدمي المصاحب لهذه الصناعة. إذن هناك يعني في مجال كبير للتوسع في يعني في القطاع النفطي المصاحب، لو يعني سمح لنا ان نسميه، وهو ليس القطاع التي تملكه الدوله تماما، ولكن القطاع الخدمي، القطاع البتروكيماوي، هذا كله ممكن التوسع فيه وخلق رافد جديد من خلاله للاقتصاد الوطني. اليوم توجيه يعني المخرجات التعليميه، توجيه البرامج التي تدعم للاستثمار في هذا القطاع المصاحب يعني هي احد يعني السبل التي ممكن نتبناها. واعتقد اليوم وزاره الشباب ممثله في مكتب وكيل الوزاره للشباب اطلق برنامج للتدريب الخريجين وتدريب
الطامحين للدخول في قطاع الطاقة البديلة. نعم. وهذا يعطيهم يعني برنامج مطول، يعطيهم نعم. فكرة، وينتهي هذا البرنامج في إعطائهم دراسة جدوى إذا كانت هناك فكرة صائبة لتأسيس مشروع أو تأسيس مشروع صغير في هذا القطاع. اليوم إحنا اليوم نبحث عن حلول، خلينا نكون واقعيين. يعني في الفترة الأخيرة كلنا أيقنا أو يعني أن اليوم الاعتماد الكلي على إيرادات النفط كتكرير أو كنفط خام لم تعد الحل الوحيد لاستمرار الاقتصاد الكويتي. إحنا اليوم هناك مطالبات للاستدانة لتغطية الميزانية، هذا يعني يعطيك دليل أن لن نستمر في 2021 في تغطيتها بالاستدانة، و2022 فما يعني و2023 يجب أن نعمل بجد لخلق روافد، يجب لا نغتر في صعود الأسعار حتى لو وصلت الأسعار إلى 100 دولار. بالإضافة دكتور، احنا عشنا هذه نعم. بالإضافة دكتور، أعتقد إلى التوجه العالمي للتوجه إلى الطاقة النظيفة، هذا أيضا يعني يعتبر خطر محدق بالدول التي تعتمد اعتماد كلي على بيع النفط. لا، هو أنا أعتقد اليوم هي الطاقة البديلة هي طاقة مكملة، يعني لن تكون أساسية في يوم من الأيام، يعني لن تصل إلى الاعتماد الكامل عليها. يعني لن هي تخلق طاقة ولا تخلق منتجات. النفط يخلق منتجات، أنا قلت قبل يعني قبل قليل أن اليوم التوسع في قطاع البتروكيماويات هو أحد الحلول التي ممكن الكويت أن تتجه لها أو حتى دول المنطقة. ويعني أكبر دليل اليوم نتكلم عن سابك، تعتبر من أكبر تقريبا ثالث أو رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وهذا هذه حلول موجودة ومطبقة. طيب. كل ما نريد أن نضع احنا حلولنا في الاتجاه الصحيح ونعمل على تحقيقها. يعني أنا اليوم أتكلم عن فترات احنا عشناها، كلنا شفنا البرميل وصل 148 دولار في 2007 وكلنا كنا فرحين بهذا، وكانت هناك يعني الفوائض المالية الكبيرة، لكن أثبتت لنا الأيام خلال 6-7 سنوات، يعني في 2007 كان هناك 148، 2014 كان هناك 38 دولار. يعني الأسواق النفطية هذه متأرجحة بشكل كبير، ولا يوجد يعني وليس من الصواب والحصافة أن نستمر أن نعتمد عليها بثقلنا وبمخرجاتنا نفس الاتجاه الذي عملنا عليه من 1900. تمام. علشان استفيد من وجودك دكتور في الدقائق المتبقية، نستفيد يعني أكثر يعني قدر من وجودك في هذا البرنامج، ودي أنتقل إلى تكنولوجيا النانو بشكل موجز. كيف يمكن لها أن تسهم في التصدي للتحديات اللي تواجه خلنا نقول أيضا الشركات النفطية؟ شوف، أنا يعني سؤالك جدا جميل، لكن أنا سوف أضيف إلى هذا السؤال، هي عملية ما حدث في جائحة كورونا وانتقال العالم إلى أجواء الرقمنة والعمل في العالم الرقمي بشكل أكبر وشكل مقبول. ويعني أكبر دليل اليوم أن أنا وأنت قاعد نتواصل بهذه الطريقة، ولم تكن هذه يعني الطريقة يعني مقبولة أو أنها أسهل قبل جائحة كورونا. اليوم القطاع النفطي باتجاه التحول إلى العالم الرقم، وهذا فرضت عليه اليوم جائحة كورونا. هذا شيء، التحول للعالم الرقمي يكون على صعيدين، الصعيد الإداري بمعنى أن جميع المقابلات، جميع المراسلات، جميع التوجيهات، جميع سوف تكون عن طريق الابليكيشنز والتواصل الرقمي، بالإضافة إلى إدارة الإدارة، وهذا الجزء الأول، وإدارة الحقول هذا الجزء الثاني من رقمنة القطاع النفطي. اليوم أو قبل جائحة كورونا منذ 2010 كان هناك توجه لاستخدام العالم الرقمي لتطوير ومتابعة الحقول، لكن كانت ثقيلة على القطاع النفطي. لا يجب يعني للمشاهد يعني يجب عليه أن يتصور أن هذا قطاع ثقيل في حركته، خصوصا قطاع الإنتاج اللي يسمونه الأبستريم. لكن جاءت جائحة كورونا وهزته هز، خلته يتحرك برشاقة أكثر. نعم. وبالتالي صار هناك تبني لهذه الرقمنة، وهناك توسع، وهناك دراسات، وهناك أمور سوف
تأتي في 22 و23 و24، وبالتالي يجب أن نواكب هذا التغير، هذا التغير في القطاع النفطي والرقمنة. ننتقل إلى الجزء الشق الثاني من ما تفضلت إليه، كيف نستفيد من عالم آخر، عالم يسمونه يعني جديد، واستخدام النانو تكنولوجي وتطبيقات النانو في تطوير القطاع النفطي. القطاع النفطي يعني من الإنتاج إلى عالم البتروكيماويات مرورا بالتكرير، جميعا الآن يتبنى استخدامات النانو تكنولوجي في مختلف الأمور، يعني في التغلب مثلا على عمليات الصدى، في عمليات المتابعة المسمى التريسز، في عمليات الإنتاج. هناك تطبيقات كبيرة وشائكة في تطوير المنتجات البتروكيماوية باستخدام النانو ماتيريالز أو النانو تكنولوجي، حتى في طرق في سبل الإنتاج. اليوم احنا في هناك دراسات احنا متبنينها في تطوير الإنتاج باستخدام مواد النانو في عملية استخدام أو يسمونه الووتر انجكشن أو الووتر فلودينج. فبالتالي هذه الأشياء من نانو تكنولوجي ومن رقمنة يجب أن نكون احنا يعني قريبين منها ونواكبها، ونحاول أن نستخدمها في حقولنا، ونحاول أن نستخدمها في صناعتنا لكي نتغلب على challenges أو تحديات موجودة لفترة طويلة. اليوم هذه الرقمنة وهذه عمليات استخدام النانو تكنولوجي وضعت لها حلول. كل ما نريد نفس ما يعني شرحنا قبل قليل، أن احنا نضع الجهد في الاتجاه الصحيح، ونضع الجهد بقناعة. يعني اليوم إذا احنا قررنا أن اليوم نخلق قطاع بتروكيماوي كبير مصاحب لقطاع النفطي، يجب أن تكون هناك توجهات الدولة ومشاريع الدولة وحتى استثمارات الدولة، يعني بدون عواقب وبدون مشاكل، مو يعني متوفرة. طيب دكتور هل 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 الكويت لوجستيا مستعدة لاقتحام عالم النانو تكنولوجي كقدرات، يعني إمكانيات، كاحتياجات؟ يعني صحيح، أنا فاهم أنت تقصد هل إحنا جاهزين ندخل هذا العالم؟ اليوم هذا العالم بحد ذاته جديد، اليوم اللي موجود منه يعني رأس الجبل الجليدي. الجبل الجليدي إلى الآن لم يكتشف، هذا عالم جديد، عالم النانو تكنولوجي. إحنا كل اللي علينا أن لذلك أقول كباحث، يعني أقول يجب أن نكون قريبين من هذه التطورات حتى نختار ما يناسبنا، حتى نطور ما يناسبنا، حتى ننجح في الحفاظ على هذه الثروة بالطريقة الأمثل واستدامتها بالطريقة الأمثل كذلك. نعم، ونكون أيضا واقعيين إن شاء الله. إن شاء الله. شوف، الواقعية أساس أي خطة استراتيجية. من يريد أن يصل يجب أن يكون واقعي في وضع الخطة الاستراتيجية. نعم، الباحث المتخصص لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مشعل السمحان، سعدت بالتواصل مع حضرتك من خلال برنامج مال وأعمال، على أمل اللقاء فيك إن شاء الله بمناسبات ومواضيع أخرى إن شاء الله في القادم الأيام. كل شكر لك. على السلامة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة لبرنامجكم ومال وأعمال. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.